السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunohematology Made Easy، ونكمل كلامنا النهاردة إن شاء الله في المحاضرة 9 من السلسلة، واللي بعنوان Introduction to Blood Donation. ولسه مستمرين في كلامنا عن بعض الرياكشنز اللي ممكن تحصل للمتبرع، وقلنا أول نوع فيها وهي الرياكشنز اللي بتكون لوكال، موضعية يعني. نيجي بقى للنوع التاني من الرياكشنز واللي بتكون سيستميك، ودي اللي ممكن تحصل في الجسم كله. ودي زي ايه؟ أول حاجة معانا حاجة اسمها فيزوفيجل، ودي من الحاجات اللي ممكن تحصل لأكتر من متبرع، وغالبا بيحصل فيها هبوط شوية كده في ضغط الدم وفي سرعة ضربات القلب، واللي بنسميها براديكارديا. وفي النوع ده من الرياكشنز ممكن يحصل فينتينج، إغماء، وممكن يحصل نوجه اللي هو غثيان، أو فوميتينج اللي هو قيء، ممكن تعرق للمتبرع نفسه. ومن ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تحصل للمتبرع حاجة اسمها هايبر فنتيليشن، ودي سرعة كده في التنفس، وده غالبا بيكون نتيجة القلق عند المتبرع، وبتظهر غالبا عند الشخص اللي أول مرة يتبرع. ومن ضمن الحاجات برضو اللي هي سيستميك الهايبو تنشن، إنه الضغط يقل، ومعاه حاجة اسمها تاكيكارديا، يعني سرعة كده في ضربات القلب، يعني بعكس مين؟ الفيزوفيجل اللي قلنا عليها. وممكن الهايبوتينشن ده يكون معاه فقدان للوعي، تمام كده؟ طيب احنا بنحاول بقى نمنع النوع ده من الرياكشنز ازاي؟ بالكلام مع المتبرع، نحاول نزيل من عنده القلق والتوتر. شربه للسوائل قبل التبرع دي من الحاجات المفيدة جدا. الملاحظة الكويسة للمتبرع من الحاجات المهمة جدا في منع أغلب المشاكل دي وغيرها. لما يحصل بقى الفيزوفيجل للمتبرع ده نعمل ايه؟ طبعا بنوقف التبرع، بنشيل الترونكيه، بنسحب السن، بنحاول نرفع أو نرجع ظهر الكرسي المتبرع لتحت كده عشان يكون ظهره وراسه لتحت ورجله تكون في وضع أعلى، تمام؟ نحاول نفك مثلا الحزام اللي هو لابسه، نحاول نتأكد من مجرى التنفس عنده يكون تمام. لو في حاجة باردة كده موجودة ممكن نحطها على رقبته من ورا، بنتابع ضغطه ونبضه، لقينا الموضوع خلاص تمام نبدأ نرجعه الوضع الطبيعي واحدة واحدة. إنما بقى لو الموضوع ما تحسنش معاه بنحاول نستدعي رعاية أكبر بقى، طبية أكبر في المكان. طيب لو في قيء حاول تخليه على جنب كده، ولو في حاجة موجودة عند حضرتك للقيء اللي بيحصل الفوميتينج ده ممكن اديها له. من ضمن الحاجات اللي موجودة برضو السيستميك حاجة اسمها الستريت توكسيسيتي، ده في حالات التبرع اللي هي بتكون الأفيريسيز، بيكون زيادة نتيجة زيادة الستريت اللي داخل ده. طب بنعمل ايه؟ بنوقف التبرع برضو، بنحاول نقلل الستريت اللي داخل ده، وساعات بيكون في كالسيوم بيتاخد أورال عن طريق الفم يعني، فلو موجود ممكن ياخد منها عشان نحاول نقلل الرياكشن ده، تمام كده؟ طيب نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.